أما بالنسبة لميان السيد، هي مولودة يوم 9 نوفمبر، وبشوف إنه طبعا هي برج العقرب، وسنة 2022 يعتبر سنة بناء بالنسبة لها، وتعتبر سنة بناءة بالنسبة لها جدا في الشغل وفي المجال الفني يعني، وفي الحياة الشخصية. هيكون عندها فرصة كبيرة إنها تحقق مكاسب ونجاحات، وممكن تكون قدامها كمان فرص للارتباط رسميا. فيجو